بك في نشرة الأخبار من ليبيا. الحدث وكلمة مندوب روسيا أمام جلسة مجلس الأمن بخصوص الوضع في ليبيا على شدد على مجموعة من النقاط سيد عبود، وقال أن ليبيا المستقرة ربما سوف تكون من مصلحة الجميع، ليست من مصلحة الليبيين فقط بل من دول الجوار وأيضا المنطقة ككل. كيف تحلل هذه الكلمة التي أكد فيها دعم للجيش المستمر وأنه سوف يكون ربما نواة للقوات المسلحة الليبية ذات سلطة مركزية؟ تفضل. نعم، يعني أولا مساء الخير، تحية لك ولمشاهدي. أهلا وسهلا. الحدث، خلينا ننطلق من كلمة المندوب الروسي وأعرج هنا على القضايا التي طرحت في هذه الكلمة، ولعل أبرزها قضية المؤسسة العسكرية التي حققت نجاحات بالغة صراحة في حرب الإرهاب، وحققت نجاحات بالغة أيضا في ضبط الحدود ومحاربة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية، وهي اليوم تقوم بدور أكبر وهو عملية توحيد البلاد. المؤسسة العسكرية هي القابرة التي سوف تقود البلاد إلى مسار التوحيد ومسار النجاحات التي تتحقق في مجال الحرب على الإرهاب. هذا المسار صراحة أكدته كلمة المندوب الروسي الذي أكد على أن القوات المسلحة لا يمكن تجاهل صراحة النجاحات التي حققتها، والقوات المسلحة هي النواة الحقيقية لبناء مؤسسة عسكرية نظامية في ظل النجاحات التي حققتها داخليا. هذا المنهرج هو ما أكدته أيضا باقي كلمات المندوبين عندما ذهبوا إلى أن لا مناص من فتح الاتفاق السياسي ولا مناص من معالجة، إذا ما أردنا الحديث من داخل الصندوق، عن إيجاد حلول حقيقية للمخترقات التي يواجهها الاتفاق السياسي. أيضا كلمة المندوب الأورغواي الذي أكد بأن حكومة التوافق الوطني والمجلس الرئاسي عاجز صراحة في إيجاد حلول للقضايا المعيشية للمواطن وفي أيضا القضايا التي تهدد الأمن القومي في ليبيا وعلى أبرزها قضية الإرهاب، عندما قال بأن المساحة التي يسيطر عليها المجلس الرئاسي لا تتعدى هذا المبنى الذي نتواجد فيه، والمقصود هنا مبنى الأمم المتحدة، المبنى الزجاجي. كل هذه المطارات تؤكد صراحة بأن هناك رغبة حقيقية دولية في التعاطي الجاد صراحة مع النجاحات التي يحققها المجتمع المؤسسة العسكرية وتحقق القوات المسلحة العربية الليبية، وهذا أيضا ما لمسناه أيضا من كلمات السيد عبد الجاد بن مساهل وزير الخارجية الجزائري. الكلمة المندوب الروسي أكدت على الدور الذي يلعبه دول الجوار، والمقصود هنا المبادرة الثلاثية المصرية الجزائرية التونسية، والمسعى الذي بدأ صراحة بأول اجتماع لدول الجوار في القاهرة، والمسار الأمني والسياسي، المسار السياسي الذي تطلع به القاهرة والمسار الأمني الذي تطلع به الجزائر. إذن كل هذه المؤشرات تؤكد بأن إذا ما أردنا حلا من داخل الصندوق، من داخل الاتفاق السياسي، فلا بد فتح الاتفاق السياسي لإيجاد حلول حقيقية لإشكالية المجلس الرئاسي. أعتقد بأن المجلس الرئاسي أصبح جزء من المشكلة وأصبح جزء من إرادة العجز، وبالتالي لابد من العودة إلى مسار يحقق توافقا داخل المجلس الرئاسي، وهو يتأكد من خلال الدعوة إلى مجلس رئاسي يتكون من رئيسين، من رئيس ونائبين، أو بمعنى أصح فصل المجلس الرئاسي عن الحكومة التنفيذية. وفي مسار آخر لابد من تنفيذ الترتيبات الأمنية، لا مناص صراحة إذا ما أردنا إنتاج التوافق من الذهاب إلى تنفيذ هذه الترتيبات. والمسؤول عن تنفيذ هذه الترتيبات هي القوات المسلحة العربية الليبية التي حققت نجاحات في كافة المسارات التي تحدث عنها سالفة الذكر، مجال مكافحة الإرهاب، بناء مؤسسة عسكرية نظامية، حماية الموارد الاقتصادية للشعب الليبي، وقضية التوحيد. في إطار واحد آخر صراحة، الأخوة الجزائريين أكدوا بأن بعد استقبالهم قبل المشير حفتر وأيضا من قبل المستشار عديدة بأن هناك جهود حقيقية تبذل من أجل الحرب على الإرهاب، وأن الجزائر تؤيد هذه الجهود. طيب، على ذكر خطى الجزائر سيد أحمد العبود، والمساعي التي تقوم بها الجزائر الآن، برأيك ما هي النتائج الضمنية من زيارة مساهلة لليبيا ومقابلته للمشير حفتر القائد العام للجيش والمستشار عقيل الصالح رئيس مجلس النواب وأيضا لقائد الحكومة الليبية المؤقتة؟ ما هي النتائج من هذه الزيارة؟ يعني أولا هي يعني تأتي في إطار الدور الجزائري الذي يحاول التقريب في وجهات النظر ودفع
ومساندة الأخوة الليبيين من أجل إنتاج حوار ليبي ليبي يبتعد عن التدخل الأجنبي وإيجاد حلول حقيقية تعتمد على الاتفاق الصخيرات كمرجعية. حقيقة الجزائريين استمعوا جيدا إلى الكلمات المستشار عقيلة صالح فيما يخص حوارا ليبي ليبي وإيجاد حلول من داخل الاتفاق، واستمعوا أيضا للمجهودات التي تبذلها قوات المسلحة العربية الليبية في إطار الحرب على الإرهاب، وهم يشاطرون صراحة أشقائهم الليبيين بأن لا مناص من توحد الجهود وتضافرها من أجل محاربة هذا التهديد الحقيقي الإرهاب والتطرف. لهذا علينا الليبيين أن نستفيد التجربة الجزائرية، تجربة العشرية السوداء، وأيضا كيفية إنتاج التوافق. إنتاج التوافق لن يكون صراحة من خلال ذلك الدعم الدولي أو من خلال ذلك التدخل الدولي السافر في شؤوننا الداخلية. يعني أنا مستاء جدا صراحة لكلمة المندوب الليبي في الأمم المتحدة الذي استجدى المجتمع الدولي وطلب منهم التدخل في ما يقوم به القوات المسلحة العربية الليبية من تطهير الجنوب من التنظيمات الإرهابية. وهذا صراحة هو التناقض حقيقة. إذا ما أردنا إنتاج التوافق أو الحديث عن حلول سياسية، علينا أن نوحد الجهود تجاه ثلاث قضايا. القضية الأولى قضية الحرب على الإرهاب التي تخوضها بنجاح وبنجاعة القوات المسلحة العربية الليبية، والقضية الثانية هي كيفية إنتاج التوافق. وإنتاج التوافق لا يكون صراحة بالطلب من المجتمع الدولي بالتدخل في شأن داخلي محل إجماع واتفاق الإرادة الشعبية. الإرادة الشعبية هي التي فوضت القوات المسلحة في إطار الحرب على الإرهاب، وهي التي فوضت القوات المسلحة في بناء المؤسسة العسكرية، وهي اليوم هي التي تضع الخطوط الحمراء صراحة بأن القوات المسلحة هي الخط الأحمر الذي على الجميع أن يصاع عليها. شكرا جزيلا لك السيد أحمد العبود المحلل السياسي، كنت مع عبر الهاتف من بنغازي. شكرا جزيلا لك.